خد هات واحدة دي من الإدارة عشان إيه؟ لا ما تقولش. لا بالله عليك. بتوزع على كل الصحفيين. يا راجل. وكله هياخد دي. بس إيه المقابل؟ يوسي عشان أنا لما أهدد بمنع خالص. وبو وبو إيه ده؟ وبا. يا أشرف بتهدد أنت يا أشرف. العيال دي تكسب ولا ما فيش سهل يا عم. موريسيو. الو انا بقول كده عشان خليه يقفل. انت بتزعلي ليه؟ ما انت بتقول كلام مش منطقي. انت بتزعلي ليه؟ احنا كسبانين 3. انا متضايق يا همام. ما تتفلي. احب الفساد واموت في الفساد. يا عم حصل ايه بس؟ اسكت. الواحد قاعد انا عمال افكر ودماغي تودي وتجيب واقول هنترفد ولا هيقلونا ولا هينيلوا فينا ايه. يعني اسحب المقدم اللي انا حطيته في الشقه بقى. هو انت عملت ايه يا ابني مع مونيكا؟ صحيح انا يعني بفكر اطلقها. هو انت اتجوزته اصلا؟ انا طلقها. يعني وصل اهو. صورها معانا. السلام عليكم يا شباب. ايه ده لابس قميص يا اسطى ومتشيك وبتاع؟ ما كان قاعد مع رئيس النادي بقى. ما لازم كده يا رئاسه. طب بص انا كده كده شنطتي اهي مجهزها. طب يا حازم يلا بقى. هي فرصه بقى خلاص. لو حر موت موت. عارف انا فهمت حر يعني يعني اتفشخ جوه في الميتنج. فهمت. الدنيا كانت مضلمه عليه محرره جوه. لسه راجع من الاجتماع. خلاص كده صح؟ مع الشيخ منصور. ما خلاص بقى طالما قلت لي. مش عايز اقول لك عمر. والله العظيم ما عايز اقول لك. يا سيدي قولها. والله يا عم حاسي انا الدمعه كده هتفر من عيني. انا يا دوبك بقى لم الحاجه. والله العظيم. وكده كده اللي هفتح اللوكر. استنى يا عم عمر. استنى يا عم عمر. استنى بعد اذنك يا جماعه سيبونا لو سمحت عشان احنا في وضع حرج جدا. تخيل تخيل الراجل قمه الادب والذوق الاقيه جايب لي حلاوه المولد ويقول لي انا عمال اكلمك يا موريسيو عمال اكلمك يا موريسيو انت ما بتردش عليا. احرجني كان هيموتني. حلاوة المولد. هنا في انجلترا عاملين لي بص براندد شيء سيتي نادي قمة في الاحترام والأدب. قال لي انا فرحان جدا بيكو. وعمال اكلمك انت وعمر خالد ما بيردش حتى حاسم ما بيردش. في يا جماعة قال لي محتاجين لعيبة محتاجين تدعيمات تمشين زي فل. دوري ابطال وبريمير ليج متصدر وفرحان جدا بمبابي. وقال لي فلوسك حلال يا موريسيو. ايوه. وقال لي عايزك تدعم لنا سكة جدا على اللي حصل. هو انت كنت في اجتماع الشيخ منصور؟ الشيخ منصور. ايوه يا عم والله. ولا انت رحت اجتماع يا عم؟ ده مدعم كمان سكة وبعت لسكة علبة لوحده. مدعم ايه سكة؟ ما هو بيلعب ليه سكة؟ بيلعب ليه طول البطولة برضه وانت فكر فيها. ولكن في الاخر الراجل سالته على الاف اي كاب والكهرباء وقال لي هي دي بطولتها موريسيو احنا جايبينك عشانها. والله ما بينفع. قال لي كده. والله ما بينفع. قال لي والله ما بينفع. بطولات عره دي بتاعت جوارديولا دي بتاع احنا مركزين على دوري الابطال. شوف الراجل احرجنا ازاي وتقول لي هيقيلك وتقول لي هيعمل ده الفساد حلو قوي 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 يا جماعه. ده احنا عايشين عبث. والله العظيم عبث حلو قوي عبث. بدل ما كنت انت كنت زمانكم في الشارع. لا كنت قاعد الشقه يا عم حسين. ده تصرف لنا بونص. بونص كل واحد على ايه بقى؟ ان احنا لو كسبنا لاتسيو في الشامبيونز ليج نوصل دور 8 يشجع الفريق يدي بونص. طب ما جوارديولا كان بيوصل نهائي. اسحب منه البونص خلاص. لا هو حر خلاص يا سيدي هاخده. لا لا بلاش بلاش. انا هاخد يا سيدي هاخد بينك وبين ساكوني. انا هاخد يا سيدي انا هاخد البونص بس بفهم يا سيدي بفهم. خلونا بقى نركز لانها عدت على خير والشيخ منصور ما حسش بحاجه وطلع ان هو مش مركز مع الفريق وعنده بروجكت كبير بيراميدز وانديه في امريكا وبتاع مركز معاهم اكتر دلوقتي. احنا لسه هنا والحاجه كمان هنا يبقى احنا نركز على الدوري نركز على دوري الابطال عشان ده اللي هيخلينا نكمل شغلانتنا ونعلى لفوق وناخد فلوس ملايين اكتر. احنا نفضل نعمل فلوس لحد اما نبني النادي بتاعنا بالفلوس دي. ايه رايك؟ بس بس لازم نكسب. بس نحوش بقى. لازم لازم نحوش يا عم عشان بلاقي حازم بياخد الفلوس ومش عايز بقى اقول لك بيصرفها في ايه يعني بقى. شباب شباب عايز اتكلم شباب. ما هو لو نفسيته حلوه الدنيا تبقى نفسيته. انا بس بفهمك. وانت كمان بتجيب له متيسير حاجات مش عايز اتكلم. مش عايز اتكلم. طيب خلينا نشوف الدوري او نركز بقى في الشغل. لو بصينا
جينا على شهر مارس يا بيه انت وهو هنلاقي ان عندنا ماتشات مهمه جدا. شيفيلد يونايتد فريق عامل والله ولا مهمه ولا حاجه يعني انت لاتسيو. ما عندناش بس غير لاتسيو لو دوري ابطال في الشهر ده ولا مهم. ايفرتون اللي كسبونا فاكر ايفرتون ومشاكل ايفرتون اوعى تستهين بهذا الفريق ثم فولهام وواتفورد. الشهر ده احنا لازم نكون في دور الثمانية بدون اي فضايح اخرى عشان اللي حصل ده كفايه قوي وكمان نفضل نستغل شكل الدوري وندلدل فيه براحتنا عشان نأمن البطولتين الكبار. تعالوا نفتكر شكل الدوري. اتفضل. لو بصينا على شكل الدوري هنلاقي ان ليفربول متصدر ولكن ايه هو هيغرك جسمك متصدر لعب ماتشين زياده. احنا كنا بنلعب كاسات هم كانوا بيلعبوا دوريات متصدرين بنقطتين فقط. لو كسبت اكلهم بالاقلام على وشهم الماتشين اللي مؤجلين اللي عندي. توتنهام بتحاول، مانشستر بتحاول، وارسنال الحمد لله رجعت لمكانها الطبيعي ونزلت من التوب فور عشان هتلاقيها مركز 8 9 اخر الموسم مش مشكله. اما عن هداف البطوله فما زال امبابي بماتشين متاخرين هو هداف الدوري 18 هدف، تياجو المادا 18 ايضا، هاري كين فرخه 17 وبوجا ب 14 هو وراشفورد وبادو. مين دول؟ ادي تشكيلتنا لمباراه شيفيلد يونايتد. ثانيه واحده بس في ايه؟ هو ساكا بيعمل ايه في ساكا؟ انت هتبقى زي بقى الشعب الانجليزي اللي بيتعنصر على الولا. دول عنصره. لا انا ما حدش يتكلم كلمه على ساكا يا عم. ده ابيض يا عم ده ابيض يا حبيبي. كلهم هو انت ما شفتش هو عمل ايه؟ كلهم يا حبيبي كانوا بيض ولابسين شيرتات منتخب انجلترا الابيض دي خلتهم عاملين هو لعبوا ابيض. لا يا حبيبي سانشو ضيع وراشفورد ضيع عساكونيا. انا مالنا بدول؟ دول بيلعبوا في نادي تاني. راموس قبل كده طيرها في الهواء. ها ديفيد بيكر. أيوة ضيع. دي اللعيبه الكبار. زيدان ضيع. دي اللعيبه الكبار الاساطير. ايه هو عشان يا عم ده كليني ضربه في الملعب عشان مش كليني شده راح موقعه في الملعب. اذا لم تستطيع توقفه فاقتله. كان إيه عايز يقتله. ايه جو انت بتقول ايه انت كليني يا ابني تعب معاك. ايه ده تعبت دفاع ايطاليا يا ابني ده لعيب احول. مبروك يا ساكونيا على الميداليه البرونزيه. برونزيه ايه ده طالعين الثاني الموديليا الفضيه. ايه ده يا عم معلش اي حاجه انا اديت له واحده كمان برونزي. يلا يا ساكونيا انت المسدد الاول لضربات الجزاء عشان تتحسن. لا 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 دي بقى كده عشان لما تجي لك تاني بلادي منياصه والله العظيم قال لك مسدد ضربات الجزاء. سيبهم يتكلموا. ايه ده سيب كل الاعلام. ايه ده ده بص ده فريقك بيحاربك يا ابني امال مين هيبقى معاك؟ تخيل انت ده المساعد المدرب هو ده ده, 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 ده دور محترم. طب انا بعلنها صراحه خاف على الواد. خاف على الواد. انا هاذيه. انا سمعت ان كلام اصلا ظاهر امبارح على النت كتير قوي ان عمر خالد هو اللي متفق مع كليني. والواد كان عايز يقتله في التوقف الدولي هو بيلعب اليورو. انا بقول لك بس خاف على الواد. تخيل ساكا كل ده بيتعمل مش عشان حد مهمش عشان حد كبير. هو النجم بيبقى كده بيتولد تحت ضغوطات كده. هتلعب لحد اخر الموسم. هو بس يا ريت يتولد. هتشوط ضربات الجزاء. هو يا ريت يتولد. ودي التشكيله ومش هقول غير اسم ساكا فيها. اتفضلوا على ماتش شيفيلد. صوت السيموليشن يا جدعان يا جدعان موضوع ساكا ده عيب. ايوه الواد في الاخر معانا في الفريق. ايوه افكر في مصلحتك الاول يا عم عمر. صح 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 ايه ما تهودنيش. لا انت صح انت صح. مصلحتي دي ان احنا نبيع. لا ما نبيع مين يا عم؟ انا مش عارف ليه لما اولا احنا جبناه بكام؟ ب 180 عشان مين حمار هيشتري ب 180 يا عم حازم؟ ما هو مين اللي راح جابه؟ ما احنا برضه غلط. يا ساكا كان نفسي يجيب جول. يلا بوي يلا بوي يو كان دو ات بوي. ولا يهمك هيتألق الواد ساكوني النهارده. هتشوف هتشوف. يا سلام على يلا ولا يلا ولا هات الفض يفض. هتموت من الفضل. قلبك بياكلك قوي. لا لا ما عنديش مشكله معاك. قلبك بيحرقك قوي من الفضل. ما عنديش مشكله معاه. لا عادي عادي مش حاجه يعني. كلهم اولاد ولادنا واخواتنا وشبابنا. الا ساكا. ده عشان اسمر صح؟ اسمر عشان اسمر يا عم حاسب. انا هبلغ عليك. كان صديقي واخويا وشيخ. ده عنصريه زي الشعب الانجليزي ما بيتعامل معاه. بالله عليك بالله عليك يعني انت مقتنع؟ انا مقتنع. انا مقتنع جدا وساوث جيت مقتنع. ما هو هم دايما المدربين اللي شبه بعض دول اللي هم بيبقوا فاضيين دول بيبقوا شبه بعض. سواء انت او ساوث جيت يعني. قال لك اصل الموريسيو كلم ساوث جيت والموريسيو شيل القناع يا ساوث جيت انت الموريسيو. أيوة أيوة أيوة. قمه الهطل يعني اللي بتتقال في الاعلام. طب بقول لك ايه صحيح وعلى السوشيال ميديا هو انت ما كانش ليك يد في اختيارات ضربات الجزاء يا عم؟ ماليش دعوه يا عم. انا كلمت الشيخ منصور قلت له ساكا ابننا وحبيبنا وبيلعب هناك. فلعب يعني. ايوه افض يا فض الفض يفض الفض يفض الفض يفض.
الفضي يفض مطرح ما يبوظ. هيموت. طب هبوظ صح وقاعد على الدكه. شغل بقى اشتغل الشباب يا اسطى، تفكير جينيوس، مدرب جينيوس بيلعب جيل جديد وجينيريشن جديده، كل حاجه بتتطور يا عم حاسي. كومون جايز كومون جايز زي ما احنا، يلا عشان ندلدل على ليفربول والماتش الجاي نتف عليها. اعشق اهانات الفرق الثانيه، اعشقها. انت لسه خسران كاس؟ انا خسران كاس ولا يهمني. خدت كام كاس؟ اي جربوع خد كاس. هو الكاس ده حاجه مهمه؟ اوعى تغرك بقى حلم السداسيه والهطل ده. انا جيت هنا لسبب واحد، هو دوري الابطال. شامبونز اللي مش عارفين يعملوه انا اعمله. ولد ولد يلا اولاد يلا اولاد كومون جايز اهو. مين دول؟ احنا الاسود يا عم. بس يا عم يا عم بس يا عم بس يا عم. احنا اللي لابسين اسود. ايه احنا اللي لابسين اسود؟ طب ما انا بقول احنا اللي لابسين اسود. لا لا انت فاكر ان احنا انا كنت مع الهجمه الثانيه. ايوه معلش اسهم قلبوا شيفت شيفت. ومعترض لما بتبقى على الله يعني. يلا يا ابني. ايوه دول تبعنا السوق اللي لابسين اسود. طب حط يا ابني هناك. طيب اصل انت مش واخد بالك ان الماتش مايل كده. الله معلش 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 اخيسو معلش اخيسو اخيسو خوسا. الواد خيسوس ده مظلوم ظلم والله العظيم، ده لو في الميلان ده كان بقى هداف الكالتشيو معايا. انا جبت مارسيال الكلب بقى نجم. مارسيال الواد خيسوس ده قاعد دكه الهالاند والله العظيم مظلوم، واد مجرم. شفت ساك عمل ماتش كبير ازاي؟ فين ده؟ شفته؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. ده حاجة بقت تقرف. هو وابنه. حاجة قرف. معلش يا ابني. هم الناجحين كده. والله يا ريته يبقى من الناجحين. يا ريته يبقى من الناجحين وانا مش هتضايق يا رب. وحوح 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 زي ليفربول اللي بتوحوح. جايين لك. إذن حققنا النص السهل. في ايطاليا ورحنا بلد البتايز وعملنا نتيجه كويسه. خلوش بقى الفرقه دي تيجي تعمل علينا نمره هنا. جابوا جون ماتش كهرب، جابوا جون الدنيا توترت. ساكا هيعيط، هتبقى مشكله. ملوش لزوم. تشكيله كالاتي: الثلاثي المرعب ساكا هالاند مبابي الاخطر في العالم، فودن لورينتي زكريا. انا بقول كده عشان استفزه احسن، خليه يقفف كده. لابورتي رمانيولي حكيمي وانخيلينو وإيدرسون في حراسة المرمى. جوب دان هناك جوب دان هنا. نوصل دور 8 بمسج معينة ان احنا مش هنسيب البطولة دي. وارز مارك. ها اوكي it didn't come today. ها you see عشان انا لما هدد بمنع خالص. مش انا اللي بتوقف، انا بوقف مراسلين. انا بقول لكم اهو في ارض بلدنا انجلترا، بقول لكم ان الدنيا كانت في ايطاليا عوق وكانوا مهددني، مع ذلك فزت. الاشاعات بتاعت الشيخ منصور طلعت كلها الحمد لله اقاويل. الراجل بيثبت مكاني جدا، الراجل بيدعمني جدا، ومفكر نجيب ميسي ورونالدو في الصيف. فكل شيء على ما يرام. نوصل دور 8 في مكافئات، الفريق مبسوط جدا، في حاله معنويه كبيره. عايز اقول ان لاتسيو ممكن يعمل مفاجاه ولكن مش مع الموريسيو، مع اللقرة. سلموا لي على عبد حميد، سلموا لي على كل الجبناء اللي مش عارفين يواجهوني النهارده. ثانك يو رشا، يو ار سو نايس. هنعملها عم حاسم ولا ايه؟ يا رب. لا مش النهارده، ده اساسي. هنتكلم في البطوله. يا رب. لا النهارده مضمون يعني. انا مضمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بتفائلش انا. مشاهدينا الكرام، متابعينا اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحدث جديد ولقاء جديد آخر يتجدد معكم في دور الستاشر من دوري أبطال أوروبا. مباراة أقسم لكم بالله مش عارف بعلق عليها ليه، لأنها تحصيل حاصل تماما. ولكن هذا اللقاء قد حسم مبكرا. على جندو. وعلامات جندو. علامات طبعا الاستغراب وعلامات الترقب على وجه الموريسيو بلابيسيو. ولكن البعض بيتساءل، شفت الملعب متزين إزاي؟ إلى متى المسير؟ وإلى أين المسير؟ هل الموريسيو سيذهب بعيدا في هذه البطولة؟ أم سيخرج من لاتسيو النهاردة وتكون مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا؟ ولو عدى
هل يخرج من دور الثمانية؟ طب لو عدى دور الثمانية يخرج من دور الأربعة؟ طب لو عدى من دور الأربعة يخسر في الفينالي الجراند فينالي؟ كل ده هنعرفه مع بعضينا. ولكن أحب وأكد من ناحيتي وأقول إن في فساد بالفعل داخل أروقة مانشستر سيتي بقيادة الموريسيو لإصراره الكبير دائما وأبدا على إشراكه لهذا الفتى الأسمراني الجميل الحليوة باكايو ساكا، وهو لا يملك أي مقومات للعب كرة قدم على الإطلاق. أدي الباكايو يلعب الكرة عند ماركوس لورينت اللي بيلعب كرة لمبابيه، بيلعب كرة لمبابيه، وبو وبو ايه ده وبا. حلوة 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 حلوة. انا عارف الايام اللي بتبتدي كده. كرة في العرضة في توقيت اكثر من رائع، كانت اقسم لكم بالله تخلص الدنيا. ولكن ادي الكرة عند كايني. كايني ولا كايني؟ كايني ولا كايني؟ مش عارف، ولكن هنشوف. ادي ياخده على السبتة والتقيدة بيلف بيه. الله 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 الله. انسى عم حكيمي. حلوة حلوة حلوة. لكن حكيمي ينطلق من ناحية اليمين، وادي كرة تانية عند فودن اللي بيحل محل كيفن. ولكن يا سلام يا سلام. وادي استراكوشا مع الكرة بيرجع طويلة عند طويلة. ايه ده بيبصي. خطأ دفاع لا يغتفر لا يغتفر لا يغتفر يا راجل. ادي ادي الاشكال اللي بتلعبوها مكان دي بروين. ولكن دي بروين يا جماعة يبقى، ودي رسالة وشهادة اقولها واجري على الله. الله اعلم بقى بعد الكلمة دي هيخلونا اكمل تعليق ولا لا، لان موريسيو دايما بيرش فلوسه ونفوذه وسلطاته وسلطاته والدنيا بتخرب اقسم لكم بالله. حازم بلغ الاداره ان يبلغوا قرار المذيع ده ما يزيدش تاني. انا شايف كده. ولكن بقى هل هل بقى دي بروين لعيب كبير ولا لا؟ لا دي بروين لعيب كبير جد. ده عايز يخرب الفريق. دي بروين لعيب كبير جد. بس 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 ده اللي انا دايما عايز اقوله واؤكد انه في يوم من الايام يا ابني الكوره ستنصفك وهتحط كل واحد في مكانه، امثال حاسي وامثال الموريسيو وامثال الناس دي كلها. حلو قوي. ادي الكرة مع ساكا من ناحية اليمين يلعب كرة عرضية. اوبو يا سلام. حلوة حلوة الاوفر الجميل من الولد الشقي ساكا. ولكن دفاعات لاتسيو بالمرصاد. يا عم هو كبير يا جماعة ما اكلموش. انا عايز اخلص بجون يا جماعة ارتاح. عايز اخلص بجون. يا سلام يا يا سلام. اسكالينتي اسكالينتي يعمل واحدة كده تاكلينج جميلة. ولكن كايني تاني ولا كايني يلعب الكرة حلوة عند جوندوجان. جوندوجان ولكن تتخطف الكرة توصل لابورتو ومبابي. جيري وقطم واحدة حلوة 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 حلوة. والنبي ايه 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 والنبي ايه. اهو اهو بيقول لهم ايوه انا اهو. انبسط افتكروا اسمي يلا افتكروا اسمي ماي جود. انا الاسمراني اهو ساكا اهو. حلوة 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 يا ساكا. جميلة يا ابني والله. حلوة الهدف الأول ولكن علامات عدم الرضا. ولكن الكاميرات ما تقدرش يا جماعة أقسم لكم بالله محدودين قوي هنا في الكاميرات ما نقدرش نجيب وش حاسي من على يعني افتكروا فعلا دكة البدلاء وش حاسي عامل ازاي. ولكن 1-0 زكريا موريسيو بيمشي الكورة كده أحسن تاتا تاتا علمهم دلعوهم فسحوهم. زكريا والكرة هدف. حلوة حلوة حلوة. دي مش كرة دي مسيكة. حلوة 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 للصبر. عدولي كام تمريرة وشيرولي الاجوان دي على السوشيال ميديا ولا انتوا بتشيرولي الفضايح بس. في الفودن ينفجر. تاك تاك تيجي تاكا تاك تاك تيجي تاكا. الهدف الثاني وتك تك تيكي تاكا. الحكاية مش ناقصة حداقة. خلينا بقى من الكلام ونخلي بالنا. يا سلام على البدلة الشيك. لما سألوه في الانترفيو وقالوا له بيجيب بدلك منين يا موريسيو. لما سألوه في الانترفيو وقالوا له بيجيب بدلك منين يا موريسيو قال لهم انا ما بجيبش بقى. ادي اشرف ادي اشرف ادي اشرف يا اشرف بتحط انت اشرف. الفريق مهزوز بيموت بيفرفر مننا والله بيفرفر. اعتقد ان هذا اللقاء
انتهى بالارقام واكلينيكيا وكل حاجه، لانه من الصعب من الصعب من الصعب. بلاش ال 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 الحلوه دي. صافره نهايه الشوط الاول بتقدم المانشستر سيتي وكتيبه ان موريسيو، ولسه بهدفين مقابل لا شيء، ولسه وتصبح نتيجه مجموع المباراتين حتى الان 4-0. استراحه قصيره ثم نعود. احداث الشوط معلش ده متوتر ده ولا ايه؟ شايفه على قواعد عقليه يكون في حاجه الولد بيسقط حاجاته وقاعد على الكرسي، وما لو واقف وما لو قاعد على الارض هيعمل فينا ايه؟ ده بيقعد كده حاجاته بتقع. طيب العوده مره اخرى واحداث الشوط الثاني. طبعا اتاخرنا 5 دقائق عن التعليق وبدايه الشوط الثاني على طول في توقيته، لان كان حاسي كان بيقع وكانوا بنساعده وكان في مشاكل كده في الفرقه. ولكن هنشوف هذا اللقاء رايح بينا لفين. وادي شوطها من بعيد ولكن غير منضبطه على الاطلاق، ولا فاول يا حاكم. ولكن زكريا الولد العنيف قوي 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 دخل عليه واداله في القصبة في الفودن. يلعب الكرة لساكا، ساكا الجميل، ساكا الاسمراني الحلو. يا زكريا ارجع ورا. زكريا زكريا بيحاول ده ايه ده يعبر عن نفسه، ولكن التغيير الاول لفريق لاتسيو بخروج فارس، خروج كايني ونزول فارس او فيرس. هو الاسامي هنا بتبقى صعبه قوي عليا. ولكن فودن ايه يا حاكم؟ ايه يا حاكم؟ لا يا حاكم طبعا شايفين علامات الغضب على الموريسيو وبيشوح بيده كده بيقول لهم ازاي وزي السكر في الشاي. ولكن الحكام هنا في ايطاليا، هنا في ايطاليا ايه؟ هنا في انجلترا. ليش اقسم لكم بالله لما لعبنا ماتش لاتسيو هناك واحد رجع للايام بقى الخوالي، الايام اللي يعني الحمد لله ربنا ايام ايه ربنا ما يعيدها تاني يعني ان شاء الله. طيب ادي كوره من ناحيه شمال. ملوش لازمه، منظومه الكلين شيت مهدده بالخطر. ولكن ادي كوره كيليان امبابي. كيليان ابو الكلاوي كيليان. يا سلام. بلاش بقى بلاش ابتدينا بقى نتفزلك ونلعب كرات كده مش حلوه. وادي شوف على دمك راجع تدافع. جندوجان اهو، جندوجان اهو يلعب لفارس، طلع اسمه فارس فعلا. ادي فارس معاه واحده والثانيه. ولكن يا سلام يا كيليان، يا سلام يا كيليان. خلاص بهزر خليك. يلا فودن هايل هايل. يلا فودن يلا. تغيير ثنائي ام ثلاثي؟ لا ثلاثي بقول الله. تغيير ثلاثي بخروج هالاند وزكريا وفودن ونزول رودري وسيلفا ولعيب اخر حتى الان. اوبا ادي برناردو. اوبو اوبو يا سلام. برازيلي يالا. لا لا برازيلي يالا. اول لمسه يالا حلوه حلوه اول لمسه. والله العظيم انت مظلوم. حلوه انت مظلوم. اقسم بالله ده استهتار. اقسم لكم بالله اللعيبه ايه؟ يحيى ناصا ابو سير. يحيى ناصا ابو سير. كره الموريسيو يالا. اتفرج على الموريسيو يالا. جوارديولا كان بيعمل لكم كده. حلوه حلوه حلوه. مجموع الماتشين خماسيه. مجموع الماتشين دخلهم في بعض وهيصه. والله العظيم تستاهلها يا ابني، تستاهلها يا ابني. مجموع الماتشين بقى خماسيه في وشك. على وشك الانهيار. ولكن عايز اقول حاجه، وان كل المحبين العاشقين لكره القدم ولرؤساء الانديه ولكل الناس اللي بتتفرج علينا، لا تنخدعوا في الموريسيو. لا تنخدعوا في الموريسيو. ليه يا ولد يا سكن؟ ليه؟ شوفوا يا جماعه لما تيجوا تحكموا على مدرب شوفوا بيلعب مين يا ابن اللعيبه. اللعيبه اللي معاه حلو قوي يا سكن. ايه الروايات؟ لانه يعني خلينا نتكلم. هو ابن بلدي وكل حاجه، والمصريين في الغربه المفروض ما يقطعوش في بعضهم، بس يعني دي لاتسيو. دي لاتسيو يا موريسيو، دي لاتسيو يا حبيبي، يعني مش كده. ولكن هنشوف هنشوف في النهاية في آخر السيزون وآخر الموسم المدرب بيحاسب وبيتجاب له الملفات الجديدة والقديمة
وبنشوف الى اين سيؤول مصيره. خلاص نقدر نقول مبروك للموريسيو. خفت ولا لسه؟ الذهاب الى دور الثمانية من دوري ابطال اوروبا، استمرار مسلسل البحث عن الفوز بهذا اللقب، اللقب الغائب عن خزائن السنة دي. I promise السماوي. This year is our year. وطبعا زي ما قال الموريسيو سامعين الكاميرات وهي بتنقل This year is our year. This year is our year. ولكن هنشوف الدنيا راحة بينا الفين. سعدت معكم جدا وإلى اللقاء في مباراة أخرى. والله انت بتكسفيني يعني، دايما بتجيني في الأوقات الحلوة. بص يا اسطى المراسلين قرف، في ناس بتيجي في الماتشات العافنة اللي هي فيها فضايح، دول معروفين. في ناس تانية رشا ايضا من دولتك يحبوا القذرات والكلام المبالغ فيه. انت جميلة، انت ما بشوفش وشك غير في وانا مستحوذ وبيننا مستحوذ قوي ونفسي استحوذ قوي. لو احنا واخد بالك انت النهارده اديتهم 5 في وش كل الحاقدين، واديت 3 النهارده الليله بس، يعني واخد بالك من القوه اللي انا فيها، فحاجه جميله جدا. وعايز اقول لك ان انا ممكن اعمل كده تاني يعني، انت خلبو صايم، ممكن اعمل كده في الدور اللي جاي، وممكن اعمل كده في الدور اللي بعده. فاي حد يقعد تحت ايدي رشا افرمه، وانت ولك ان تفهمي كلامي كويس. فمستني اشوف مين المنافس ليا في دوري الابطال، مستني اشوف مين اللي هيقعد تحت ايدي تاني. وكلك ذوق، هي اتكسفت ولا ايه؟ في ايه؟ بتكلم عن المنافسين يا رشا. جينا للعقده، الماتش اللي حصل فيه كارثه، ومع ذلك هم في المركز ال17 يا بيه. ايفرتون احنا كسبناهم وكسبونا، كسبناهم كتير وكسبونا كتير. دلوقتي احنا اول دوري واحنا متصدرين بفرق ماتشين. هي القرعه بتاع دوري الابطال ما طلعتش، كمان دقيقتين داخلين نشوفها. فيا ريت نجتمع عشان نتفرج مع بعض على القرعه، بننافس ليفربول في الدوري، فرق بسيط ولكن عندنا اريحيه. تعالوا نشوف القرعه ونرجع مع بعض تاني لدور الثمانية ونشوف البطوله اللي احنا مركزين عليها. قرعه اليوروبا جت الاول، حاجه بقى تقرف بصراحه يعني، يجبرونا ان احنا نتفرج على اليوروبا الاول. مانشستر وايكس، سلام فالنسيا وليون، كلوب بروجو ليفركوزن، ليل ومونكو. طب ما كنا نلعب في البطوله دي، كانت عاديه وحلو. ها انت عشان واخد كان هيجرى ايه كان هيجرى ايه. اما عن دور ال16 فنتائجه كانت يا ميلان 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 يا ميلان. ادوا البايرن 6 يا حنبولي يا فوزلوي، ادوا المانشافت 6. شبابنا ورجالتنا مش فرحان والله العظيم، مالكش انت عيش وملح مع حد ابدا، تصنص العشره ابدا، تصنص ولا تصنص ابدا ولا حاجه. مش ممكن ريال مدريد بتفوز على بنفيكا 4، اتلتيكو بتفوز على دورتموند 2، ماتشات شكل دور الثمانيه نار. البس في الميلان والله. ليفربول بتفوز على هيرتا برلين 2-0، حاجه بسيطه. نابولي بتفوز على باريس 3-2. برشلونه بتكسب على اليوفي 3-3 بضربات الجزائيه، لا اوي جولز بالاهداف بتاعت اللي هم الاوي. سبيرز بتخسر من فياريال على اهداف ايضا الهوم والاوي 1-1. مانشستر سيتي بتفوز 5. اما دور الثمانية فالمواجهات بتقول اوبا اسيا، نابولي وريال مدريد، ليفربول ومانشستر سيتي، الميلان واتليتيكو، الفيا والبارسا. يا ترى مين هيكون في دور الاربعة؟ حلقة الجمعة هي حلقة نارية فيها ليفربول. هنكمل ولا ايه؟ ده ماتش هيبقى منافسة في الدوري ومنافسة في الكاس. انت ساكت ليه؟ حزين حزين، خلي فيه ثقة، احنا متصدرين عليهم الدوري، يلا احنا واكلينهم نفسيا، خلونا في الدوري. قبل بس ما نخش في الدوري، انا كنت النهارده كده الصبح نزلت كده قعدت اجيب شويه ايه، شويه بقسماط وشويه جبنه. جبت البدون سليل اللي بالسمسم ولا جبت لك معايا دلوقتي؟ طيب طلعه لك. وشويه ايه نقانق ومقانق والحاجات دي بقى. فانا واقف على الكاشير بحاسب، لقيت جاي واحد من ظهري عمال ايه دب 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 دب. هو مش انت برضو موريسيو ومساعدين وبتاع؟ بقيت مشهور. قال لي خد الورقه دي اديها للموريسيو، انا بحبه جدا جدا جدا. قلت له ماشي، انت مين يا ابني؟ قال لي لا 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 بس ادي له وهو مالكش دعوه. قلت له طب افتحها؟ قال لي لا اوعى. هتفتحها اكيد هعرف. مشجع يعني؟ قال لي هعرف. لا واتكلم بحديه. قلت له حاضر. فالورقه اهي، بس انا مش عارف مكتوب فيها ايه.
تلاقيه كاتب لي يو نيفر ووك وزاوت موريسيو حاجات حلوه الشعارات دي بقى. قابل يا موريسيو شوف بادي الدور الثمانية بتاعنا احنا الريدز. ايه ده اوعى ايه اوعى نشوفك في الشارع يا نهار اسود ده تهدي. ايه ده دي عيال بقى بلطجه ونوش وبتاع. خد يا مايلو كل دي ده كده بدأوا معايا الدنيا عوق خالص يا عم عمر. كده في تهديدات كده في تهديدات انا بتهدد في كل حته. انا بحارب دوله ايطاليا بتحارب انجلترا بحارب. ورونا في مدينه الحقراء اللي بعتوا لي الرساله دي هنعمل ايه في جارهم ايفرتون. تحب ماتشات الشمس ولا ماتشات بالليل اكتر؟ الشمس بقى حاجه تاني كده خفيفه. تحب انت تسيبه متيسير الصبح وتلعب الماتش هي بقى تعمل الاكل تخلص ترجع تلاقي الاكل جاهز بالظبط. ما اليوم اللي هي ما عملتش فيه اكل احنا طلبنا اكل سوا لو تفتكر. طلبنا بتايس لا مش عنترناها جه وانت قعدت تقول انا عايز ممبار وبحب الممبار صح. طبعا الحاجات دي لا يراها الا المتابعين على العب في السوشيال ميديا انستغرام يتفرجوا على الستوريز. ستوريز النهارده كانت اخطر كمان بكتير ولكن لا نحرق شيء. الاثنين دول يعني جابوا فلوسهم ولا ايه؟ لسه هو سيجرتسون ده يا ابني مش بقى محلل باين ايه اللي كده جابه تاني يلعب معانا؟ بيعتزلش ده مش ممكن. ادي يا عم ايفرتون بينهاروا كده ليه؟ ده معاهم فريق كويس كان امبابو ونكونكو وسيجرتسون وفاكر خلي بالك لسه كنت هقول لك الارجع جنبي رويز وولكت وقال لي انا وولكت انت وايوبي الله يخرب بيوتكم لسه بتلعب يا وولكت يا ابن الفقريه 2024 خرب بيتك ده ايه ده يا ولد يا واقي يا ابن اللعيبه سلام. ده ايه ده هو العيال لقت نفسها ودي بشماله على طول العيال لقت نفسها ولا ايه ازي بلالا ازي بلالا ازي ازي خلاص خلاص ما انت بلاش مساخر بقى بلاش بقى مساخر تعمل لي ازي بلالا انت انت في حد يعمل كده يا اخي الكاميرات اللي جايبه كل حاجه مش انا ادي بلالا ادي ادي بلالا بس خلاص خلاص عشان ما تفرطش مننا وي لاف يو موريسيو وي دو موريسيو وي لاف يو سامع على سامع يلا انت برضو يعني الله العظيم ما يتمر معاك عيش وملح. انا لسه على فكره كنت اقول انت لسه محقق انجازات ما هو يعني ما يتمرش فيك عيش وملح. ما انا على فكره كنت همجد فيك عم حاسب بالله عليك بقول له بقول له الميلان كسب البايرن 6 اتضايق مش يفرح للعيال بقى ويفرح للولاد صحابنا واللي اكلنا عيش وملح وبتايز وجبنه وزيت زيتون و... دين سيزون كارو راحه كده راحه ثلاثة يا بيه انت نسيت سيزون انت كمان لا 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 والله العظيم حد كلمه حدش كلمه لعيبه عندها رعونه يا جماعه ازاي بس هو انتوا مش عارفين تسجلوا فينا فلازم بقى ضربات جزاء وشغل كده نوتش طب ايه طب بالله عليك دي فيها حاجه بالله عليك فيها حاجه ما تقوم يا عم تضرب الحكم ولا تطرد ولا تعمل حاجه يا عم ما انت اللي بتطرد انا اللي بشيل مكانك هيشوط شمال الله ربنا نصرني انا ربنا نصرني على الظلم يا سلام رد عليهم مجهول يا سلام لا 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 حلو لا 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 حلوه حلوه دي دي مش فاكين كوره دي فاكين مزيكا لا حلوه دي بقى واهي يلا نحتفل بقى يلا نحتفل يلا وهلا هلا هو مانشستر سيتي ما فيش زيه الله هلا هلا وهلا هلا الله السيتي سيتي ما فيش زيه ودي الظلم ما يسكتش كتش عليه ابدا الله الله موريسيو وي لاف يو قلت لك هيحبوني بالعافيه قلت لك هيجوا في الاخر بعد الكوره اللي هنقدمها بعد انسجام اللعيبه دي مع بعض هيحبوني بالعافيه تقول لي كرباو كرباو مين يا بيه مش بتوع حليب دول دول بالله بقى طب يا جماعه ما حدش يلمسهم العبوا معاهم من بعيد عشان بيتضايقوا يا ولد يا لورينتي يا ولد يا ابني والله العظيم يا زكريا بطل بطل كسبانين اتنين ومتصدرين في الدوري وبيترمي برضو ما شاء الله عليك يا سكا طلتك جميله في الماتش والله العظيم ثلاثه شوف متواجد ازاي مخلي اللعيبه لا الولد فعلا ليه بصمه يا
خلي بقى ولا انت بطل يا ادرسون، انت بطل يالا، مش هجيب دوناروما خلاص، خلي دوناروما في الميلان. سلام. شوف ساكا بيستلم بصدره في منطقة الجزاء ليه؟ لان ابوه المدرب عنده ثقة، ثقة صحيح، مهما عمل هيلعب يا ابن اللعيبة. سلام يا سلام. هو ايه في ايه؟ في ايه؟ معسوفة معسوفة صحية. فريق فاق قوي، فريق فاق قوي قوي. الله شوف شوف نطاحها ازاي. وقام برباتش برباتش. انا عايز اخلي الدوري كله يرتعب مني. هما مرتعبين؟ لا عايزهم يرتعبوا اكتر يعني، اكتر اللي هو يا رب ما قبلوش الاسبوع ده. الله يا ساكا الله، ممتاز يا ابني. شوف لف ازاي ده الواد اللي لف بيه، هو لف معاه عشان صح ما سابوش لوحده. لا 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 تحيه. نهدى نهدى هايلين يا اولاد، شوط فوق ممتاز. مش واخد بالك بيعمل حاجه؟ انا زعلان منكم قوي قوي، انا بقى لي حلقتين بالانالوج. شايف الاداء ولا ايه؟ دام عشان كده لما جيت العب بالالتيميت لقيت الموضوع انالوج، قلت يبقى انا اللي نسيه. يا ابن اللعيبه خلت اديتهم في الالتيميت يا ابن اللعيبه. لا حلوه دي، قعدت العب بالالتيميت انالوج بقول لك 8 ماتشات انالوج. عرفت ان هي فرقت معاك ولا لا؟ لا اتعودت عليها في الاول، بس هي فرقت. انت حاسس بفرق؟ الولا كبر، الولا كبر وهو بيلعب بالانالوج. وانا اسيبك عمر خالد كده، الولا كبر وهو بيلعب بالانالوج. حلو امبابو، حلو امبابو. ليه ما خليتوش يرفعها الناحيه الثانيه؟ ما هو عايز يبقى هداف برضه. بص الجمهور، بص الجمهور. ايوه انا حبوني موت، بيعشقوني. انا مش واخد بالك حاجه يا عمر. اتفضل. امبابو بيلعب على امبابو. شفت دي؟ صح. شفت دي؟ لا حلوه وفركات. لا يا لا دي خلي بالك حاجات لا يعرفها الا الموريسيو. امبابي بيلعب على امبابو. التوفس. ايه التوفس ده؟ اوبا التوفس ده البونبوني يعني. التوفي يعني. طب هو هما مسمينهم كده لقبهم التوفس عشان هو زي بيس اوف كيك كده. هم سهلين قوي يعني. توفي فريق توفي كده يعني. ماشي ماشي ماشي. يلا انزل يا رودري انزل، يلا خلي العيال تلعب. احنا وحشين الشوط الثاني على فكره، كنا المفروض نجيب 6. تعرف تجري؟ انزل يا برناردو، انزل يا كانسيلو. يلا هو اسهال تغييرات. يلا يا عم خلي العيال تلعب. هوبا ايه ده؟ ده رودري. طب تعالى رودري، في تبديله معانا ولا خلاص؟ خلصت. انت عايز تطلعهم؟ لا ده يطلع يا ولد يا رودري. البعيد ده الجمهور قلب التراس ورا. بص بص بيتنطط ازاي. هم بيخلونا نلعب الماتشات دي ده افترا. بحب الفساد قوي، الفلوس حلوه لا شك. يقول لك بس الفلوس مش كل حاجه. خليت يا راجل ده احنا كنا في مقتل. انا مش مبسوط قوي، كان نفسي اجيب 6 و7 بس. ماشي يلا افترا. حلو مبروك يا عم انشيلوتي، الاقاله جايه قريب. موريسيو الو فين مارك؟ لا اوعي لي بقى انت يا رشا حبيبي. اوعي لي انت بقى حبيبي عشان الليله ليله انا وسرور. ايوه يا موريسيو لا 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 اهو احسن. بقول لك ايه، انت استلمت يا عبد الحميد حلاوه المولد طب يا عم؟ لا انت ما جبتليش. خد امسك ايه، خد خد هات واحده دي من الاداره عشان ايه؟ لا ما تقولش. لا 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 توزع على كل الصحفيين يا راجل وكله هياخد. بس ايه المقابل؟ المقابل هو الكلام بصوره حلوه على النادي. المقابل هو احترام مدرب النادي. معلش بس سؤال. الخضوع الى شروط النادي. ما تقعدش تهلل. ايوه اقول
العلبة دي فيها حلاوة مولد، فيها نوجة، فيها نوجة وفيها اللي هي الحمصية، وفيها في فولية بتاعت السوداني، وفي ذهبية دي مانشستر سيتي، عبارة عن قطعة ذهب عارف تاكلها التاريخ رمضان. التاريخ اثبت والماتشات اثبتت انه انت افضل مدرب في العالم والله العظيم يا استاذ. وفي كمان فضية دي مش بتتاكل دي. لا والتاريخ اثبت كمان حاجه تانية انه الكوره اللي بيلعبها الموريسو هي كوره فريده جدا من نوعها. في المازيه دي برضو ايه جواها شط الماس كده في الجيلي، حاجه جميله جدا. في الجيلي الماس قبل كده لا ده الموريسو بقى. انا كمان عايز اقول لك على حاجه من بعيد حقيقة. انا ما بحبش اتكلم عن نفسي ولا حاجه، انا ما بحبش اسمع الكلام ده يا حميد، ولكن النتائج بتعبر. انت واحد انت مدرب متواضع، مدرب متواضع علمتنا دايما، وانت بتتكلم من تحت، بتتكلم عن ارقام 4-0 طبيعي الكلام اللي انت بتقوله ده. صحيح. انا بشكرك على نزاهتك يا عبد حميد ويا رب المراسلين كلهم. اشكرك اشكرك. خد الالمازيه ما تنساش. ماشي. يا اخي يا اخي بتعمل ايه يا اخي؟ يا اخي بحب الفنان وائل كفوري. يا اخي وائل كفوري مين يا اخي؟ مش وائل كفوري، عشان بس الخطأ الشائع اللي الناس بتقع فيه كله. كل ما نكسب نكسب. بقولك ايه صحيح، ده في حفلة النهاردة بالليل بقى. والله. جايبين مين؟ مين؟ وائل كفوري؟ لا. مين؟ شاكوش جاي لندن؟ لا ما تقولش. جايب معاه بدرة ولا لا؟ لا دي بقى مشاكل مش عارف مين. لا دي لا بتيجي معاه على طول انت في الغالب. لا دي بتبقى حلوه جدا دي. وهنختم بمين بقى؟ مين بقى؟ عمر كمال؟ لا. مين؟ عنبة؟ لا. مين الفنان الكبير جدا جدا جدا؟ مين؟ ما تخلص قول مين عندنا، ما تشوفوا لو الاتوبيس هيطلع. خلاص بقى قول خلص. لا يا عم خلاص، هو مش عايز يقول ليه والله العظيم. شكلك مش عارف، انت تلاقيك قريت اسم انجليزي ومش عارف تقول اسمه. تراهني؟ لا يا عم ما تقولش. طب قول اسمه. هيجيبوا حد اسمه. ايوه قول كده. بسم الله. بص مش عارف يقول، هو قراها ومش عارف يقول. خلي حاسي يقول لك في كلام يعني. خلاص قول له حاسم اسمه ايه المطرب الشهير اللي هو بيتكلم عليه اللي جاي بالليل، مش عارف يوصفه حتى. هاته يمين شويه كده. طويل قوي وشعره ناعم. شعره ناعم وفي خصلات بيضة كده. مايكل جاكسون. هو عامل زي راغب علامه كده. بس ايه ده؟ ايه؟ يا عم ده هو راغب علامة. راغب علامة؟ اصل كانوا كاتبينها راجب راجي علامة. بس احنا في انجلترا يا جاهل. يا مش بكتاب العربي يا جاهل. لا بس انا ما احبش راغب علامة. لا لا يا عم لا ده نمشي اول لما شاكوش يخلص. لا ما هو راغب علامة الاول. يبقى نيجي بعد ما شاكوش يبتدي. ما هو راغب علامة هيبقى في الاول قبل شاكوش وبعديه. طب انا مش رايح البتاع وهطلع على ماتش فولها. خلصوا بقى عشان عندنا حفلة. طب انت هتلبس ايه في الحفلة دي بالله؟ البس قميص اسود ببادج السيتي وعليها سلسلة من الالماس. الماس؟ الماس خالص. الماس خالص؟ واكتب بقى على ظهر القميص من ورا انت خلبو صايا. لا هكتب موريسيو بالالماس. بالالماس. حاجات بقى انت بتفهمهاش في الشياكه وكده. طب احنا مش هنقط الولا حاسي. حاسي انا بفكر ببص انا هو كان مكلمني بس مش عايز اقول له يعني. هو عايز ايه؟ بس بيتكلم مع زكريا بره. هو الواد كان نفسه في البرايفت جيت الصغيره دي. انا قلت له يعني ممكن، بس عملت نفسي ايه ان انا مش هجيبها له يعني. بس احنا ممكن نخلص له في واحده اللي هي اتنين راكب، لان الاربعه غاليه. الاتنين بكام؟ الاتنين عامله مليون وربع دولار. والاربعه؟ الاربعه لا داخله في الثلاثه. لا غاليه. غاليه غاليه. اتنين دي اتنين دي رخيصه قوي. ده مليون وربع انت بتتكلم في مبلغ فكه يا. قال ايه الجيتس اللي انت عايز تجيبها له دي بقى؟ الجيتس ده طياره بتتساق بس بتبقى للحتت الصغننه. اللي هو يعني عايز يطلع مثلا يروح بدل ما يجي معانا في الباص مثلا يقوم واخد ايه الطياره بتاعته ونازل على اللي هي مثلا من لندن مانشستر حكايه بتبقى في الدع الضيق دي. ساعه وربع. صلاح سالم ميت نصر بتبقى الحقيقه مثلا. ايوه فهمت. احنا ما جبناش جون ليه؟ ما احنا عشان بنتكلم في الجيتس بقى وكده. طب ولو هيعمل لاندنج فين؟ يلا يا اولاد يلا اتحرك شويه يا ابني. هينزل فين بقى الطياره؟ بتنزل فين الجيتس دي بقى؟ الطياره بتنزل في اي حته. ما هو بيزنقها وهو نازل بيطبقها. ما هو نازل بيقوم زي المرايات كده بيقوم عامل الجناحات كده ونازل بين. ما ده الجيت عشان كده غالي. طب احنا مش هنجيب احنا لينا يا عم؟ دي حاجات بتاعت شباب انت فاهم. احنا قيادات ما تنفعش.
احنا عايزين الطياره الكبيره اللي هي 270 راكب دي. دي اللي هي كانوا بيقولوا عليها اسمها ايوه عارفها الكبيره دي. بس دي بتقع يا عمو في الميه يا عم بتاعته هو اللي بتقع بتاعت حسي هي اللي هتقع جاي مع اتنين باراشوت فري. طب وهي لو وقع بابي اللي ما يروح ولا ايه اللي بيحصل؟ لا خلاص هي يوز واحده. وبعدين ده عيب قوي يعني عيب قوي ده لو كان ضرب الجزاء كان الواد ساكوني شاطها هوبا الفضي فض مطرح ماي هونز انطلق وشم ريحه والفريق فق قوي عشان البطه كانت بتلعب البطه اللي عايزه تشوت وتباصي بالراحه على اللونج. عايزين لعب سريع يابا لعب سريع يابا افتحي شباكك انا جيت. هو محدش راضي يباصي لساكه ليه حاسي العيال كلها مقفوله منه بيقول لك حقهم يا عم حسي هو يا ما جماعه ما تجوش عليه كده يا موريسيو برده حقهم والله العظيم يا جماعه ده عدم احترام للواد ده على قاعده بتتعب الواد ده لو الواد ده دخل في اكتئاب وموت نفسه هتبقوا انتوا السبب العالم كله السبب والله العظيم. بص بياخد الطب بيهرب غلبان يا ولد حلو امبابو قوي شغالين زي الفل باذن الله الدوري في الجيب باذن الله الدوري في الجيب بطوله كبيره اهي عشان ما حدش يتكلم مع عمر. هم واخدينه قبل كده مع جوارديولا السنه اللي فاتت ولكن هو كل سنه كان ممكن يخسروه. هنيجي نضيف ايه هناخد الدوري انا حافظت على الدوري مش محافظه دي حاجه حلوه مش فيها بودي جارد بس بيجي حافظ عليك مش الدكتور ده بيحافظ على صحتك انا حافظت على البطوله صح. هو انت كلامك مقنع المهندس بيعمل ايه؟ بيحافظ على العمارة عشان ما تقعش. الله اهو يا لهوي رومانيولي اتصاب كمل يا رومانيولي دوس على نفسك خلص فاضل دي يا روما احسن يا وحوش. اذا اخر مباراة عندنا في الشهر وختام هذا الماراثون الكبير فارقين عن ليفربول بشكل كبير لو تشوفوا الدوري. امبابي لسه متصدر مع المدى لذلك هو الوحيد اللي هيشارك النهارده من الفريق الاساسي نظرا ليومين وهنلاعب ليفربول في حلقه الجمعه دي. اذا التشكيله خيسوس اويرازابال الديبي ديب برناردو سيلفا امبابي تيرني وكانسيلو ساندر ودياس كيسي في نص الملعب بيعود وادرسون في حراسه المرمى. عارف انه ماتش سهل نختم الموضوع بشياكه نبعد اكتر عن ليفربول نفضل حاطين الضغط عليهم وننهي باكبر قدر من النقاط ممكن. ما كسبناش الكاراباو والاف اي كاب نعمل انجاز كبير في الدوري لو سمحت. مساء الخير يا موريس بس يا بابا بس يا حبيبي ما يتكلمش يا عبد الحميد بس يا سيدي قول لعبد الحميد ما يتكلمش بس ايه القرف ده متصدر لا تحدثني لو تفهمها بالانجليزي. اتفضل يا استاذ عبد الحميد لو عايز تسال سؤال محترم. يا لا انا اسيب لك انت المجال لو عايز تتكلم في حاجه يا انا عايز اقول ان احنا انا عايز يا باشا طلعوا بره سيكيورتي خلاص يا ماريس اتفضل مفيش حاجه احنا جامدين قوي وبنقول لكل اللي انجلترا ان احنا فارقين عن ليفربول بتاعكم اللي فرحانين بيه بفلوسنا وبفلوس العرب بامكانياتنا ومدرب عربي هنحتل المدينه بعون الله وان شاء الله نفوز النهارده قبل ما نخش نطلع عليه. هل انت برضه من الشامبيونز وثيق من الفوز؟ انا وثيق جدا بلعب النهارده عبد الحميد بالاحتياطي منزل الواد مبابي عشان بيلعب ونفسه يتصدر الدوري بيهرج قال لي نفسي العب الماتش ده والعب ليفربول بصحه اقول له لا هخليه يلعب ويجيب اجوان ويحط تياجو الماجو المدى في جيبه. مين ده اصلا مين ده عشان يصدق نفسه ويخش في تنتهي وقائع المؤتمر الصحفي يا اساتذه شكرا شكرا لكم جدا. العيال دي تكسب ولا هتتعرنا ولا ايه؟ ماتش سهل يا عم. مين قال لك ان واتفورد سهل؟ انا اسمع اللي بقول لك عليه. مين قال لك كده؟ انا عارف انت بتفتي ليه؟ ترجعش ورايا بس امشي بس ورايا ما ترجعش ورايا. عارف بيلعب معاهم مين؟ مين؟ اهو انجويسا. سهل يا عم سهل. انجويسا؟ سهل. انجويسا ده جامد جدا. اسماعيل صار معاهم. انا مكتشفه ده. وجيلمور بتاع تشيلسي. طب والله فريق اهو. سهل. الناس دي سهلة. احنا اللي جامدين يا اسطى، احنا اللي بنخلي اي حد سهل. الفريق ده كسب مانشستر وتعادل مع ليفربول سهل كله سهل انت اللي سهل.
يا ابن الصرمه ده انت مقرف. ده انا سقفت وانا احتفلت يا ولد. لا 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 الواد ما مش مشكلته بصراحه يا ولد اللعيبه الواد حطها حلو. ويرزبال هقتلك هقتلك بجد هقتلك هقتلك مش ممكن. حلوه حلو. ايوه يا اوري ده اللي مستنيه منك يا اوري. معلش اذا عندتك حطها مره والتانية والتالته. يلا يا اوري اربع تجوان جايب كام انت يا اوري؟ ماشي هو ما بيلعبش بصراحه يعني يجيب انت ما بتلعبوش بيجيب برضه مش بفلوس دي ولا ايه؟ الله يكرمكم الله يكرمكم. سامع بيقولوا ايه بقى؟ اه موريسيو وي لاف يو برضه؟ اه ما عندهمش غيرها. يلا يا دب دب الحقيقي اهو. الله يا دب. جدع ساندلر اقسم بالله انا احب المدافعين الاغبياء. انسى 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 ده احنا فريق ما مقاطيع. يا مبابي هتكسر عرضة الناس مش ملعبنا. لو كسرت لهم العرضة واتفورد غلابة ما عرفوش يجيبوا جون تاني يا ابني. ما تبقاش قاسي كده على الناس. الله كذا مرة يكسر عرضات الناس ويكسر وده ليه ادب قوي يعني سافل يعني. هي العرضة اتشرخت. طب وبعدين؟ هندفع حالهم طبعا حرام ده نادي غلابة. بص الاستاد اصلا قد ايه؟ سري وي لاف يو. الله والله خاف تكون بعد كل ده تكون إيه؟ بنتشتم وانت مش داريان ليه واحنا انت اللي مش فاهم انجليزي. ايوه كتر عشان تياجو المدى يخرص خليه يخرص كده. بيتهيالي يا باشا خلصانه احنا لسه هتقعد تقول لي بقى كده بيتهيالي وما بيتهيالي. لا انا بتكلم على الهدف ده. بيتهياليش يا عم بقى صلي على النبي بقى بلاش بقى, هو في ايه يا عم؟ هو في ايه؟ انت بتزعلي ليه؟ ما انت بتقول كلام مش منطقي. انت بتزعلي ليه؟ احنا كسبانين ثلاثه. انا متضايق يا همام. ما تتفلي. انت بتزعل يا موريسيو. الله انت اللي بتزعلي واحنا كسبانين يا اخي. انت بتزعل يا موريسيو. بقول لك يا حاسي ما, ما, ما تيجي تقعد بداله كده وتجيبه هو يقعد مع كيسي ورا عشان هي ابتدت ايه؟ عشان ابتدت تهطل. دخله لي جوه. هو في حاجه؟ هما بيحاولوا بس يعني سيبوا ساندلر موجود. الواد ساندلر ده اقسم بالله مفاجاه. انا عايز اعرف رايكم يا جماعه في الكومنتات. ساندلر ده يعني شفتوه ازاي في وسط الزربله اللي بتحصل دي وهو متالق دايما؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. لا ده دبابه ده دبابه دام ايه دبابه دام. هاتريك يا اسطى. قال لي عايز العب عشان اكسب. قلت له والله العظيم ما ردالك. بص بص عمل ايه والعيال معترض انهم هيحطوه على الكفر السنه الجايه. امال يحطوا مين؟ امال يحطوا مين؟ دي بروين. اه طبعا. سيري وي لاف يو. بنفرتك الدوري عموما. صح بنفرتك الدوري. الدوري في جيبنا. هنتفرتك الحلقه الجايه في الشامبيونز ليج وهتبقى مفاجاه. يلا ساك اطلع امبابي. حلو قوي كده ثلاثه اهو. عندنا ماتش ليفربول بقى نريح. يا ولد يا سكونيا. واد عنده جرينتا غير طبيعيه. على فكره احنا كنا ماشيين كويس. ماشيين ايه؟ كويس. طب بص هيعمل ايه؟ بص هيعمل ايه؟ يا ولد ممتاز يا لك. كويس انك تشوفش اللي حصل. لا ما انا بصيت بصيت كنت بكلم بره حد من اللعيبه اللي قاعدين جنبنا دول كان بيشتكي لي من الموريسيو في حاجه. قاعد بتكلم معاه لقيت قال لك بص عليه بصيت لقيت ويا ريتني ما بصيت.
حاجه في منتهى العبث. فساد اداري وفساد مالي وفساد وفساد لعيبه وحاجه في منتهى القرف يعني. الله يا دي بروين. عايز الله يا دي بروين. احب الفساد واموت في الفساد. احب الفساد. قال لك فساد فساد اداري. ازيك يا اخ؟ اهلا بيك. اهلا بيك يا سيدي. ازيك يا اخي؟ ازيك يا اخي؟ الحمد لله. اخبار الفساد ايه؟ يا رب تبقى فاسد زي في يوم من الايام. يا رب. يا رب يجي حد يفسدك ويديك فلوس كده تفسد بيها العالم يا رب. خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في هاتريك هداف دوري تصدر دوري. حد عايز حاجة؟ حد عايز حاجة انجلترا؟ الحلقة الجاية نار. ليفربول دور 8 يا فيها ونكمل يا الحلم انتهى بدري قوي قوي لحد كده. رب الحلقة دي تكون عجبتكم يا لعيبة. حلقة طويلة هي ومظبطين الدنيا. حلقة الجمعة ايضا تكون طويلة. اشتركوا معانا افتحوا تنبيهاتكم خليكم جاهزين. عملنا فيديو امبارح يا جماعة عن اعلان فيفا 22 تابعوه للي ما شافش. ايضا الحلقة دي اتكلمنا فيها عن كل تطورات اللعبة الجديدة واللي هيحصل فيها وموعد اصدارها وكل شيء. تابعوها في الفين تابعوها في القناة هنا. وكفاية رزع ولعبة قوي. معلش بس معلش هو انت مش عارف هيتابعوها فين؟ هيتابعوها هنا في القناة. طب انت كان ايه متلعسم ليه؟ إيه احنا خلصنا حلقه ابعد عني متلعسم ليه؟ ابعد عني عمر كلمه وكفايه لعبه قوي لحد كده.